من هذا المنبر طالبوا يعني الديوان الوطني للحبوب في هذا الظرف يزيدونا الكوطة حتى نغطي. استجاب الديوان الوطني للحبوب لنداء أصحاب المطاحن، حيث قرر مضاعفة حصصهم اليومية 5 مرات، الأمر الذي من شأنه القضاء على أزمة السميد في ظل تزايد الطلب عليه خلال هذه الفترة. النداء اللي درناه البارح عبر قناه البلاد يعني لقى استجابه اليوم من طرف المديريه العامه للديوان الوطني للحبوب، وضاعفوا الحصه اليوميه لمده 5 ايام، وان شاء الله بالطريقه هذه راح نقضي على الطلب. مضاعفه الحصص اليوميه للمطاحن هو اجراء استثنائي تم اتخاذه لاغراق السوق بالسميد والقضاء نهائيا على ازمه نسفت بقرار حظر التجمعات. نظرا للوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد ولمحاربة المضاربة التي يعرفها سوق السميد، تلقينا تعليمات المديرية العامة للديوان الوطني للحبوب لمضاعفة حصص الخاصة للمطاحن، حيث تم منح 5 حصص إضافية لكل المطاحن. الهدف والمقرار هو تلبية طلب المتزايد على مدى السميد وضبط السوق. جدير بالذكر أن الديوان الوطني للحبوب أمر بفتح فضاءات على مستوى جميع تعاونيته تسمح لأصحاب المطاحن ببيع منتوجهم مباشرة إلى المستهلك.